الرئيس السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والعراق على مختلف المستويات. روسيا تسجل رقمين قياسيين في المتعافين والوفيات بسبب فيروس كورونا. المجلس الصحي الأعلى بفرنسا يوصي بوقف استخدام كلوروكين لعلاج حالات كورونا الحرجة. الثانية عشر ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة من القاهرة، مرحباً بكم. في البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. بداية هذه النشرة مع زميلتي فيروز. إليك فيروز. شكراً لك دعاء، أهلاً بكم. أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والعراق على مختلف المستويات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أشاد بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة. من جانبه أعرب الحلبوسي عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكدا ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس رفضهما التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس الوزراء اليوناني. ووضح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين شددا أيضا خلال الاتصال على أن التدخل الخارجي في ليبيا يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة، وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و19 حالة وفاة، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة في مصر 17,967 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 783 حالة. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4,900 حالة، كما ارتفعت الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ليصبح 5,481 حالة. وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبد الحليم الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة. أكدت وزيرة الصحة في تصريحات لإكسترا نيوز اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير. وتقدمت زايد بخالص العزاء لأسرة الشهيد سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وجهت وزيرة الصحة هالة زايد بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية. ونوهت الوزيرة إلى تخصيص طابق بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا للمصابين من الأطقم الطبية، وتوفير مخزونا كاف من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات. المزيد في هذا التقرير.
توفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية وأسرهم هدف تضعه الدولة نصب أعينها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا، وهم من يقدمون تضحيات غالية لحماية شعب مصر. وزارة الصحة حرصت منذ بداية جائحة الفيروس على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريراً لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، فيما يتلقى جميع المصابين العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات. الوزارة تتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة، حيث يتم إجراء تحليل لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفى لقيامهم بمهام عملهم، وأيضاً عند خروجهم من المستشفى بعد انتهاء عملهم منها، بواقع 14 يوماً عمل و14 يوماً إجازة، كما يتم إجراء تحليل فوري لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله. كما قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية، حيث تم إجراء 19578 تحليلاً بالكاشف السريع، و 8913 بي سي آر حتى الآن. هذا بخلاف فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن 105 أو رقم الواتساب المخصص لشكاوى ومقترحات الأطقم الطبية. أما فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوى المعمول به، فيما تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات، من ضمنها آلاف الكمامات والقفازات الطبية ووصلات التنفس الصناعي، وأكثر من 5,500,000 ماسك طبي. مقابل هذا الدعم، هناك من يزايد على قضية الأطباء، فوزيرة الصحة والسكان وجهت بفتح تحقيق عاجل وفوري في واقعة وفاة الطبيب وليد يحيى عبد الحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفى المنيرة. الوزارة أكدت أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير لقطع الطريق على كل من يحاول المتاجرة بالواقعة على حساب الوطن. فإزاء من يزايد، يدرك الأطباء والأطقم الطبية رسالتهم جيداً ويستشعرون مسؤوليتهم الوطنية، فلن يخونوا واجبهم تجاه أي مريض. يواجه العاملون في القطاع الطبي مخاطر كبرى أثناء تصديهم للقيام بدورهم في علاج مرضى فيروس كورونا، وأشارت تقارير وصحف دولية إلى رصد نحو 1000 حالة وفاة بالفيروس بين العاملين في هذا القطاع حول العالم. وبلغت نسب الإصابات بين الأطقم الطبية في الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا نحو 20%، والمزيد في هذا التقرير. يواصل جنود القطاع الصحي حول العالم معركتهم لإنقاذ البشرية من قبضة وباء كورونا رغم المخاطر الكبرى التي يواجهونها أثناء علاج المرضى. وبحسب تقرير لموقع ميديسكيب المتخصص في المجالات الطبية والبحثية، فقد تم رصد أكثر من 1000 حالة وفاة بين العاملين بالمجال الطبي بفيروس كورونا في 64 دولة، وأشار إلى أن هذا العدد لا يشمل العديد من الحالات غير المبلغ عنها حتى الآن. في القارة الأوروبية التي عانت خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا، وصلت نسبة المصابين من القطاع الصحي في إسبانيا لنحو 14% في شهر أبريل الماضي، كما تراوحت النسبة في إيطاليا ما بين 10 إلى 15%. وبحسب تقارير صحفية وإحصاءات لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن عدد المتوفين من الكوادر الطبية بالفيروس في إيطاليا وصل إلى 100 حالة. وفي فرنسا، نشرت العديد من الصحف تقارير تبرز حجم المعاناة التي يتعرض لها القطاع الطبي، وأشارت إلى أن عدد الإصابات في القطاع الطبي تخطى 20% من إجمالي الإصابات، بينما وصلت نسبة الوفيات لـ 11%. أما في بريطانيا، نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريراً أكدت خلاله أن عدد الوفيات ضمن العاملين في القطاع الطبي وصل إلى 150، كما أظهرت أرقام رسمية نشرتها وزارة الصحة البريطانية أن ثلث العاملين في القطاع الطبي أصيبوا بفيروس كورونا، بما يعادل نحو 5750 شخصاً على الأقل، كما فقد 35 آخرون حياتهم متأثرين بفيروس كورونا. نسب الإصابات والوفيات بين أعضاء القطاع الطبي سجلت ارتفاعاً كبيراً في الولايات المتحدة لتصل إلى 20% من إجمالي الحالات المصابة، ونشرت تقارير صحفية قوائم بأسماء الضحايا
كما وصفت أنها الكارثة الأسوأ منذ أحداث 11 سبتمبر. أما أكبر خسائر القطاع الطبي فكانت في تركيا التي سجلت أكثر من 3600 إصابة بين الأطباء، وأن أعداد المصابين ارتفعت بشدة في الشهر الأخير الذي شهد أيضاً تسجيل وفاة 24 طبيباً على الأقل. ورغم هذه الأرقام المفزعة حول خسائر القطاع الطبي، نجحت مصر في تسجيل نسب متدنية بالمقارنة مع عدد الإصابات والوفيات بفضل الخطط الاحترازية وتجهيز المستشفيات بالمستلزمات اللازمة للتعقيم وأدوات الوقاية، واتخاذ الدولة خطوات جادة لتطوير منظومة الصحة في مصر باعتبارها خط المواجهة الأول في مواجهة فيروس كورونا. سجلت روسيا اليوم 173 حالة وفاة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي منذ بدء انتشار الوباء. يأتي هذا في محافظة مؤشر الإصابات الجديدة على الاستقرار بتسجيل 8915 حالة خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا شفاء أكثر من 12000 حالة خلال الساعات 24 الماضية في أكبر عدد يومي للمتعافين. ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الحكومة تعتزم تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي اعتبارا من 29 من يونيو المقبل قبل الموعد المخطط سلفا بأسبوع، ورفع التحذير من السفر إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من منتصف يونيو. تأتي تلك التقارير في وقت ستناقش فيه الولايات الألمانية مع المستشارة أنجيلا ميركل غدا الأربعاء سبل تخفيف المزيد من قيود إجراءات العزل العام المفروضة منذ مارس الماضي ولاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، مع تحقيق التوازن بين الحاجة لإنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا والذي يواجه أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية وحماية الصحة العامة. أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قد زاد بواقع 432 حالة ليصل إلى أكثر من 179 ألف حالة. كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302. أظهرت بيانات حديثة أن عدد وفيات فيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 47347 على الأقل، وقد تكون هذه التكلفة البشرية المروعة للتفشي السمة الواضحة لفترة تولي بوريس جونسون لرئاسة الوزراء بالبلاد. أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة فتح المتاجر الكبرى والمراكز التجارية شهر يونيو المقبل في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام. وقال جونسون في مؤتمر صحفي إنه اعتبارا من الأول من يونيو يمكن للأسواق أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا. هذا وسجلت بريطانيا الاثنين 121 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي لنحو 37 ألفا. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من لندن السيد كايد عمر المحلل السياسي.
أهلا وسهلا بك أستاذ كايد. يعني هذا في التوقيت الذي في هذا التوقيت الذي ننظر إليها تأتي بريطانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تسجيل عدد وفيات كبير جدا جراء جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك يعني ما زال بوريس جونسون يتجه نحو فتح الأسواق والمتاجر من جديد وتخفيف القيود، كيف ترى ذلك؟ نعم، طبعا الأمور تتجه الآن إلى تخفيف الحجر الصحي، وبالرغم من وجود حالات وفاة يعني تعتبر كثيرة، ولكن هي أقل بكثير مما كان عليه في الأسابيع القليلة التي مضت وفي الأشهر الماضية. وطبعا تعتبر بريطانيا بأن ذروة الإصابات وذروة عدد الوفيات قد مضى، والآن نحن نتجه إلى حالة جديدة من تقطيع الحياة من جديد، والوضع الطبيعي الجديد مع التباعد الاجتماعي ومع التواصل من خلال وسائل التكنولوجيا والابتعاد مسافة مترين والخروج إلى المنتزهات وإلى العمل وإلى الأسواق. ولكن هذه الذروة يعني هذا الانخفاض في الذروة الذي تتحدث عنه أستاذ كايد لم يمر عليه سوى أسبوع واحد، يعني الفارق في هذه الأرقام هو لازال فارق ضئيل ولم يمر عليه سوى أسبوع واحد. يعني طبعا، ويتوقع أنه في الأسابيع القادمة سنرى موجة جديدة من الارتفاع في الإصابات، كون أن الآن الناس عادت الاختلاط وعادوا إلى الخروج إلى المنتزهات والأماكن العامة، وطبعا هناك تخوف من طبعا العدوى والإصابات في الازدياد، وهناك أيضا أزمة ثقة ما بين الشعب وما بين الحكومة، كون أن أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء البريطاني دومينيك كامينغ كانت هناك شبهات بأنه اخترق الحجر الصحي عدة مرات بعد أن كانت توصيات الحكومة للشعب بأن يبقى في البيت وأن يتم الحجر الصحي، ولكن هو خرج مع أسرته وذهب إلى شمال بريطانيا ومسافات بعيدة، وطبعا طولب بالرغم من أن زوجته مصابة بالفيروس. نعم، بالرغم من أن زوجته مصابة بالفيروس، أليس كذلك؟ وكان يشتبه بأنها مصابة بالفيروس لأن كانت لديها أعراض من أعراض الإصابة بالفيروس، وهو قال بأنها لديه أطفال وكان يرغب بأن يكون موجودين قريب من العائلة الممتدة لكي يساعدوهم في مساعدة الأطفال، كونه أنه ما زال في العمل ويقوم بواجباته، ولكن كان لديه خيارات أخرى مثلا عدم الذهاب إلى العمل. طيب سيد كايد، دعني هنا أسألك عن سؤال آخر. يعني في الوقت الذي يدفع فيه بوريس جونسون إلى تخفيف القيود، حدثنا عن المساعي البريطانية لإيجاد لقاح للفيروس، إلى أين وصلت حتى الآن؟ يعني المساعي مستمرة، وطبعا ليس من السهل إيجاد علاج أو إيجاد لقاح للفيروس في وقت قصير جدا. هناك دائما بالعادة تأخذ هذه أكثر من سنة إلى سنتين من التجارب ومن الفحوصات إلى غيره، وطبعا الآن بسبب هذه الأزمة هناك ضغوط وهناك عمل مستمر ودؤوب ليل نهار للبحث عن لقاح، وكان من المتوقع أن يتم إيجاد علاج خلال 6 شهور، وطبعا أتوقع أن اللقاح قد يكون جاهز للاستخدام خلال يعني أشهر قريبة. وطبعا هي بريطانيا كانت من الدول السباقة في يعني الإعلان عن وجود لقاح قد يعالج فيروس الكورونا، وطبعا هي جامعة أكسفورد، وطبعا جربوا هذا اللقاح على مواطنين تبرعوا بذلك بأن يتم تجريب اللقاح عليهم، وهي تجربة ناجحة، ولكن أيضا علماء يقولون بأن النوع التاجي من الفيروسات يتغير ويتأقلم مع اللقاحات، وقد يكون من الصعب يعني التغلب عليه بصورة قاطعة وبصورة سريعة جدا. سيد كايد عمر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من لندن.
عدلت وزارة الصحة الإسبانية من عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد بتخفيض ما يقرب من 2000 حالة. وقالت وزارة الصحة الإسبانية إنها اعتمدت نظاما جديدا لتتبع حالات الوفاة أظهر تكرار تسجيل عدد كبير من الحالات، وأشارت إلى أنها أجرت تعديلا على عدد الإصابات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس لينخفض إلى 235,400 حالة. حثت إسبانيا شركائها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شنغن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا غونزاليس إنه يجب أن تكون هناك مبادئ وقواعد مشتركة في أنحاء منطقة شنغن لفتح الحدود الداخلية ووضع قواعد لفتح الحدود الخارجية، وذلك على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مواعيد مختلفة لإعادة فتح الحدود. قال وزير الداخلية البلجيكي إن بلاده لن تفرض مرة أخرى الإجراءات الصارمة التي استمرت شهرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى إذا حدثت موجة ثانية من حالات الإصابة بالفيروس. تعقد الحكومة البلجيكية اجتماعا مع مسؤولين واقتصاديين وخبراء صحة إقليميين في 3 يونيو لمناقشة تخفيف القيود بشكل أكبر، وهما قد يشمل المطاعم والأنشطة الترفيهية. أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا تسجيل 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و92 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 32,877 وفاة. وذكرت السلطات أن حالات الوفاة الجديدة لم تشمل منطقة لومباردي الأكثر تضرراً. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن انخفاض عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من فيروس كورونا بعد خروج 387 مصاب. وقالت الوزارة في بيان لها إن أعداد من يخضعون للعناية المركزة انخفض إلى 1609 حالات، بينما لم تعلن تسجيل إحصائية جديدة للوفيات بسبب الفيروس. أوصى المجلس الصحي الأعلى بفرنسا بوقف استخدام عقار كلوروكين لعلاج حالات كورونا الحرجة. جاءت توصية المجلس بعد إعلان منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية للعقار لعلاج مصابي فيروس كورونا بشكل مؤقت بعد أن أثبتت الدراسات أنه له تأثير ضار على الحالات المصابة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من باريس الدكتور أنطوان أشقر، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي. دكتور أنطوان، بعد التحية، السؤال الذي يطرح نفسه: ما العواقب أو الآثار الجانبية لعقار كلوروكين التي سببها ولهذا الأمر تم التوقف عن استخدامه؟ صباح الخير لك وللجميع. صباح الخير يا فندم. أول شيء، هذا العقار لم يثبت نجاعه في علاج هذا الوباء أو فيروس كوفيد 19. إنما نحن نعلم أن الدراسات السريرية ذات المنهج العلمي أثبتت عدم نجاعته، وبالرغم من النتائج الأولية التي كانت قد نشرت عبر الصحف وعبر دون المجلات العلمية الخاضعة للمراقبة، والأفعال المضادة لهذا العلاج نحن نعرفها منذ زمان. يعني أولا، هي قد تسبب بحالات توقف في القلب، توقف فجائي، بمعنى هناك تقطيش في القلب وناتج عن تقطشات القلب أو نقص في البوتاسيوم أو نقص في المغنيسيوم، مما يزيد من هذه الحالات. ولا يمكن تعويض المريض بهذه الأمور، بهذه المكونات أو هذه نعم يمكن تعويضها، ولكن تحت مراقبة طبية وتحت مراقبة فحوصية. يعني نعمل فحص دم مش نعرف شو المستوى تبع البوتاسيوم وتبع المغنيسيوم، وهذا من الصعب جدا مراقبته في المنزل. لذلك في عند
الموجات الأولية للوباء سمحت الوزارة الصحة بشروط استخدام هذا العقار، هذا الدواء تحت مراقبة طبية في المستشفيات. نعم. ونحن رأينا حتى في المستشفيات خارج العناية الفائقة من الصعب جدا إعادة إنعاش أي مريض قد يساق بتقطش أو توقف في دقات القلب ويموت في الأقسام العادية خارج العناية الفائقة. نعم. هذا السبب. لكن الآن نحن نتحدث عن حتى أن الحالات الحرجة سيتم التوقف عن استخدام هذا العقار. الحالات الحرجة لم تستعمل. في هناك تمييز بسيط. وزارة الصحة الفرنسية لم تسمح باستعماله في العناية الفائقة. نعم. إنما سمحت استعماله فقط في أقسام الكوفيد في المستشفيات، لأن هذا الدواء هو حبوب لا يمكن استعماله عندما يكون المريض تحت جهاز تنفسي إلا من عبر الحقن السكواريد أو عبر نربيش في المعدة. نعم. لذلك تم استعماله فقط في الحالات التي تتطلب استشفاء تحت مراقبة طبية، وإلى حد الآن لم نستطيع علميا تثبيت أن هذا العلاج ناجع، لذلك اتخذ قرار بوقف استعماله في هذه الحالات. نعم. دكتور أنطوان أشقر، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها ستبقي على توصيتها باستخدام عقار هيدروكسيكلوروكين لعلاج مرضى كورونا رغم توصية منظمة الصحة العالمية بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتا. وسجلت البرازيل حتى الآن 23,522 حالة وفاة ونحو 375,000 إصابة بالفيروس، وهي ثاني أكثر الدول تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة. يكشف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الإطار العام لخطة حكومته لإنعاش الاقتصاد بعد ارتفاع مستويات الدين إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب فيروس كورونا. كان البنك المركزي الأسترالي قد توقع أن ينكمش اقتصاد البلاد والذي يبلغ حجمه تريليوني دولار أسترالي بنسبة 10% في النصف الأول من العام، مما يتسبب في أول ركود منذ 3 عقود. حذر خبراء في لجنة مكافحة الإرهاب في المجلس الأوروبي من إمكانية لجوء جماعات إرهابية إلى نشر فيروسات في المستقبل كسلاح جديد بعد أن أظهر فيروس كورونا ضعف المجتمعات الحديثة في التعاطي مع هذا النوع من الأوبئة. وقال تقرير للمجلس الأوروبي إن هناك جماعات إرهابية بدأت في قياس قدرتها على شن هجمات بيولوجية، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات تسبب أضرارا بشرية واقتصادية على نطاق أكبر بكثير من الهجمات الإرهابية التقليدية. وشدد التقرير على أن مثل هذه الأسلحة يمكنها أن تشل مجتمعات لفترات طويلة وتنشر الخوف وعدم الثقة. حذرت منظمة الصحة العالمية من ذروة ثانية لتفشي فيروس كورونا المستجد، وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة دكتور مايك راين إن العالم يمر حاليا بمنتصف الموجة الأولى، مضيفا أن أعداد الإصابات ما زالت في تزايد مستمر خاصة في إفريقيا والهند وأمريكا الجنوبية. استبعد راين بدء اتخاذ معدلات الإصابة بالفيروس مسارا تنازليا في الوقت الراهن. سجلت الولايات المتحدة 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 98,218. ووفقا
لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، ارتفع إجمالي عدد المصابين بوباء كورونا في الولايات المتحدة إلى 1,662,000 مصاب. وتؤكد الإحصائية الجديدة مسار تراجع الوفيات في الولايات المتحدة لليوم الثالث على التوالي. أعلنت شركة نوفافاكس الأمريكية عن بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح طويل الأمد ضد فيروس كورونا. وقالت الشركة في بيان لها إن اللقاح يضم عوامل مساعدة تحفز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة للفيروس وتقدم حماية تستمر لفترة أطول ضد الإصابات الفيروسية والبكتيرية بشكل عام. وقالت الشركة في بيانها إنها تتوقع صدور نتائج التجارب في يوليو المقبل. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات محلية أو حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 7 حالات إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى أكثر من 82,000 شخص. يأتي هذا فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصا. أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أنها سجلت 19 إصابة جديدة، من بينها 16 حالة لانتقال العدوى محليا وثلاث حالات قادمة من الخارج. يأتي هذا فيما تستعد كوريا الجنوبية غدا للمرحلة الثانية من عودة التلاميذ للمدارس، مما يعني عودة أكثر من 2 مليون طالب وطالبة إلى مدارسهم في جميع أنحاء البلاد وسط تفشي لوباء كورونا. أعلن وزير الصحة الياباني أن بلاده قد تخلت عن هدفها المتعلق بالموافقة هذا الشهر على عقار أفيجان المضاد للأنفلونزا كعقار لعلاج المرضى بفيروس كورونا، وذلك بعدما أظهر تقرير لاختبار سريري مؤقت عدم وجود فاعلية واضحة لهذا العقار. وقال الوزير الياباني أن بلاده ستواصل الدراسة والاختبارات السريرية لهذا العقار اعتبارا من يونيو فصاعدا، مشيرا إلى أنه لا يوجد تغيير في سياسة الحكومة للموافقة على الدواء بسرعة في حال تم تأكيد فعاليته ضد فيروس كورونا. سجلت وزارة الصحة في سنغافورة اليوم 383 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع من عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 32,000 حالة. أضافت الوزارة أن هذا العدد الأقل من الحالات اليوم يرجع لأسباب منها إجراء عدد أقل من الفحوصات. قالت مجموعة طبية يابانية إنه يجب عدم استخدام الكمامات للأطفال والذين تقل أعمارهم عن 2 لأنها قد تسبب لديهم صعوبة في التنفس وتزيد من خطر الاختناق. كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد رفع حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى بعد تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة في أنحاء البلاد، وحذر آبي في الوقت نفسه من أن القيود يمكن أن تفرض من جديد إذا ما بدأ الفيروس في الانتشار مجددا. أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 6,535 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات وصل إلى 145,380 حالة مع استمرار الاتجاه التصاعدي في الزيادة اليومية. أضافت أن حصيلة المتوفين وصلت إلى 4,167 بعدما سجلت 146 حالة جديدة. كانت السلطات الهندية قد مددت في وقت سابق حالة الطوارئ والإغلاق لتنتهي في 31 من مايو الجاري.
أعادت كنيسة المهدي في بيت لحم فتح أبوابها أمام المصلين والزائرين بعدما بدأت السلطات الفلسطينية في تخفيف القيود التي فرضتها بالضفة الغربية المحتلة بسبب جائحة كورونا، وقصرت الكنيسة عدد الحاضرين داخلها على 50 شخصا على ألا يكون لديهم أي ارتفاع في درجات الحرارة وأن يلتزموا بوضع الكمامات الواقية. أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد، مما يرفع من حصيلة الإصابات إلى 121 إصابة. يأتي هذا بينما تعتزم السلطات السورية إلغاء حظر التجوال الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من اليوم والسماح بالتنقل بين المحافظات. أعلنت الداخلية السعودية عدداً من إجراءات تخفيف القيود والإجراءات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، من بينها تقليص ساعات الحظر في كل مناطق المملكة ما عدا مكة المكرمة بداية من الخميس المقبل. وجاء ضمن الإجراءات السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة في مساجد المملكة ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تعليق الحضور في القطاعين العام والخاص وعودة رحلات الطيران الداخلية والسماح بالسفر بين المناطق المختلفة بالمملكة. كما أوضح البيان أنه سيتم رفع الحظر بشكل شامل في جميع مناطق السعودية في 21 من يونيو المقبل. وصف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المعركة ضد فيروس كورونا بأنها أحد الاختبارات الصعبة التي أظهرت كفاءة الدولة ومتانة مؤسستها وقوة جيشها وأجهزتها الأمنية. أضاف العاهل الأردني أن بلاده تمكنت من تخطي أصعب التحديات والظروف الإقليمية وقلة الموارد الاقتصادية، وأشار إلى أن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها حالت دون انتشار وباء كورونا في البلاد. أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح عدم تمديد نظام القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا بعد 30 من مايو، واستبدال الحظر الشامل بآخر جزئي حتى عودة الحياة لطبيعتها. وكانت وزارة الصحة الكويتية قد سجلت 9 حالات وفاة و665 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 165 حالة. هذا كما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 21,967 حالة. وأوضحت أن حالات الإصابة الجديدة كانت مخالطة لحالات مصابة بالفيروس. قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان إن العلاقات مع إيران أصبحت أكثر صعوبة بعد أن قضت طهران بسجن أكاديمية فرنسية من أصل إيراني في قرار وصفه بأنه له دوافع سياسية. أضاف الوزير الفرنسي أن هذا الحكم لم يستند إلى أي عناصر جادة وكان مدفوعا سياسيا، ومطالبا السلطات الإيرانية بالإفراج عن المواطنة الفرنسية دون أي تأخير. اندلعت احتجاجات جنوب غربي إيران بين السكان وقوات الأمن بسبب ندرة مياه الشرب وتلوث ما يصل منها. وثقت شبكات التواصل الاجتماعي وثقت جانبا من هذه الاحتجاجات والانتقادات والتي وجهت إلى حكومة طهران بسبب سياستها القمعية في مواجهة الاحتجاجات. ذكرت مصادر في مكتب مجلس الأمن الوطني الأفغاني اليوم أن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 900 من سجناء طالبان، وقالت المصادر أن الحكومة ستطلق سراح السجناء من سجون مختلفة. كان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد رد على بادرة حسن نية من جماعة طالبان بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد، وتعهد بالإفراج عن 2000 من سجناء طالبان.
طالبت النيابة العامة في فنزويلا من المحكمة العليا إعلان حزب الإرادة الشعبية بقيادة زعيم المعارضة خوان غويدو تنظيما إرهابيا، وذلك على خلفية اتهامها الحزب وزعيمه بتدبير محاولة غزو البلاد الشهر الجاري. وكشف المدعي العام الفنزويلي عن تقديم الأدلة إلى الغرفة الدستورية ليتم محاكمة غويدو بموجب القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب. ويفرض القانون الفنزويلي على المدانين بجرائم إرهابية عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 سنة. وفي الأخبار الاقتصادية، استعرض وزير المالية محمد معيط خطة مصلحة الجمارك في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا. وجه الوزير بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية بما في ذلك المواد الغذائية وخاصة الأساسية أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، لافتا إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك، ومؤكدا أنه سيتم تفعيل الإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركية. نجح الاقتصاد المصري في الحفاظ على مؤشراته الإيجابية محققا نموا اقتصاديا بنسبة 5%، بينما وصلت الاستثمارات الحكومية منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار جنيه. جهود كبيرة تبذلها مصر من أجل استمرار قوة مؤشرات اقتصادها في خضم مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، لينجح معدل النمو في تسجيل 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري 2019-2020. وكان قطاع الصناعة وتجارة الجملة والتجزئة من أهم القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.2% و11.7%، فضلاً عن انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% خلال نفس الفترة، وتحسن الصادرات السلعية لترتفع بنحو 2.3%، مع انخفاض الواردات بنحو 39%. تمكنت الاستثمارات الحكومية المنفذة من النمو بنسبة 23% لتبلغ 113 مليار جنيه منذ بدء العام المالي في يوليو الماضي، منها 20.9% لقطاع الإسكان و 15.7% للنقل. كما نجح متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الجاري في تحقيق نسبة 5.3% مقارنة بـ 13.3% خلال العام المالي الماضي. صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات والمتغيرات الطارئة جعل التوقعات والتقديرات الدولية لعام 2020 تشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أعلى معدلات نمو في المنطقة وتماسكه أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا التي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة على مدار الأعوام الماضية. وكالة فيتش الائتمانية توقعت استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة، وسيكون الأقل تأثراً بالصدمة هذا العام في ظل أزمة كورونا ليصل إلى 4.1%. كما أشار البنك الدولي إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً في مؤشر القدرات الإحصائية، وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أعلنت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرار وزارة التنمية المحلية بإيقاف إصدار تراخيص أعمال البناء بالقاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات. وقالت الوزارة في بيان لها إنها ستتعامل بحسم مع المخلفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات.
واقتصاديا أيضا، استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر وسط أمال التعافي الاقتصادي في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا والمكاسب في أسواق الأسهم، وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1728 دولارا و71 سنتا للأوقية، وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.5% إلى 1727 دولارا و30 سنتا. ارتفعت أسعار النفط، وذلك مع تزايد التفاؤل في الأسواق بشأن استعادة التوازن بين العرض والطلب، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.8% إلى 36.27 دولار لبرميل، فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.67% إلى 34.47 دولار لبرميل. هذا واقتربت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 11 أسبوعا مع صعود الأسواق البريطانية بقوة عقب عطلة نهاية الأسبوع، وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة وصلت ل 1.9% بعد عودته من عطلة مصرفية، وقفز سهم أستون مارتن 24.8% فيما ارتفعت أسهم مصارعي السيارات الفرنسيين رينو وبيجو نحو 4%، ويأتي ارتفاع الأسهم الأوروبية بينما يعاد تدريجياً فتح الشركات في أنحاء العالم عقب إغلاق شامل ممتد للتصدي لفيروس كورونا. ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها فيما يقرب من 3 أشهر مع ترحيب المستثمرين بقرار رئيس الوزراء شيزو أبي برفع حالة الطوارئ وإنهاء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في أنحاء البلاد. تقدم المؤشر نيكاي القياسي 2.6% وهو أعلى مستوى إقفال له منذ 5 مارس الماضي في موجة صعود تصدرتها أسهم شركة النقل الجوي والبري. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.2% وهو أعلى إغلاق له منذ 28 من فبراير الماضي مع صعود جميع مؤشرات القطاعات 33. رياضيا، منح الاتحاد الأوروبي مهلة للاتحاد الروماني حتى 1 يوليو المقبل ليرسل خططا عن كيفية إنهاء موسم الدوري المحلي، وأعلن اليويفا الشهر الماضي أنه منح مسابقات الدوري الأوروبي مهلة حتى 25 مايو الجاري لإرسال خطط استئناف اللعب، لكن الاتحاد الروماني طلب تمديد المهلة بعد أن قالت الحكومة الرومانية إنها تقيم موقف وباء كورونا كل أسبوعين. وتأمل رومانيا في استكمال الدوري في 13 يونيو المقبل، لكن القرار يحتاج لموافقة حكومية بعد إيقاف منافسات كرة القدم بالبلاد منذ منتصف مارس الماضي. يستضيف فريق بروسيا دورتموند في 6:30 مساء اليوم ضيفه بايرن ميونخ في الجولة 28 من الدوري الألماني. يسعى الفريقان إلى مواصلة انتصاراتهما وتحقيق الفوز الثالث على توالي منذ استئناف المنافسات التي توقفت لأكثر من 2 شهر بسبب فيروس كورونا المستجد، وخاصة بالنسبة لبروسيا دورتموند والذي يتطلع لتقليص الفارق إلى 1 نقطة عن البايرن متصدر الدوري برصيد 61 نقطة. We'll be right back.
أعلن آرون رامسدل حارس بورنموث أن نتيجة اختبار فيروس كورونا جاءت إيجابية في الجولة الثانية من الفحوص بعد 3 أيام من نتيجة سلبية في الجولة الأولى من اختبارات فيروس كورونا. وكان الدوري الممتاز قد توقف منذ مارس الماضي، لكن رابطة الدوري تأمل أن تستأنف المسابقة في يونيو المقبل، لكن لم يتم تحديد موعد بعد. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وفاة أوزفالدو ألفاريز مدرب منتخب البرازيل السيدات سابقا، والذي كان يعرف باسم فداو، عن عمر 63 عام. قاد ألفاريز منتخب البرازيل السيدات لإحراز لقب كأس كوبا أمريكا في 2014 و2018، إلى جانب الميدالية الذهبية في الألعاب الأمريكية في تورونتو عام 2015. كما تولى فداو عدة أندية برازيلية للرجال، منها فريق ساو باولو. لاقت مبادرة إكسترا نيوز لتعظيم تضحيات شهداء ملحمة البرث إشادات واسعة النطاق، حيث أعرب مغردون عن تقديرهم لهذه المبادرة كونها رسالة دعم لأسر الشهداء. ردود فعل واسعة أثارتها مبادرة إكسترا نيوز لتعظيم شهداء ملحمة البرث بارتداء مذيعيها ومراسليها قمصانا تحمل صور الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن ومكافحة الإرهاب. وعبر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات عن سعادتهم بهذه الخطوة، مؤكدين أنها مبادرة وطنية ورسالة دعم لأسر الشهداء، ولفتة تعبر عن الحس الوطني لقناة إكسترا نيوز وحرصها المستمر على تعظيم بطولات وتضحيات شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة. ومن جهته أشاد المجلس القومي للمرأة بمبادرة قناة إكسترا نيوز، وأكد المجلس في بيان أن مثل هذه المشاعر النبيلة تعبر عن الدور المهني للإعلام الوطني، مشددا على أن يد الإرهاب لن تنال من أمن واستقرار الوطن. وتوصل قناة إكسترا نيوز مبادرتها، حيث يلتزم المذيعون والمراسلون بارتداء قمصان شهداء كمين البرث في جميع الخدمات الإخبارية على مدار الساعة. أما عن أحوال الطقس، فتوقع أخبار أهية الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، فيما تسود شبورة خفيفة صباحا وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، فيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة.
وصلنا لختام هذه النشرة، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والعراق على مختلف المستويات. روسيا تسجل رقمين قياسيين في المتعافين والوفيات بفيروس كورونا. المجلس الصحي الأعلى بفرنسا يوصي بوقف استخدام كلوروكين لعلاج حالات كورونا الحرجة. بهذا نصل للختام، شكر موصول لزميلتي في الاستوديو دعاء جاد الحق والزميلة مروة ناصر، والتي ترجمت لكم هذه النشرة إلى لغة الإشارة. لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم سالمين وكل عام وأنتم بخير.